السلام عليكم ورحمة الله تعالى. هوري حضراتكم مشهد درامي من غير ما أطول على حضراتكم. المشهد ده تقريبا يا سعودي يا إماراتي، وبيعرض في رمضان الآن. شوف المشهد. اللي دي دافع عن بلده فنبره. المحتل هذا محتل، احتلوا خلاص. بس أبو المقاومة ليش ده يقاوم هذا الاحتلال؟ يم بيت الناس الأبرياء، اللي هو بيعلمك فكرة ازاي تبقى نطع. يعني المشهد ده عايز يخلي المواطن الخليجي أخونا ازاي يبقى نطع، ازاي تفرط في شرفك وعرضك وأرضك ومالك ودينك وكل شيء وتفرط في حريمك ولا تقاوم المحتل. طب المفترض أعمل ايه عشان أقاوم المحتل؟ تروح تأجر لك صحراء في الربع الخالي في السعودية وتروح هناك تقاوم المحتل أنت والرمال، تقاوم الرمال المحتلة. طب ما أقاوم المحتل ازاي؟ ما هو المحتل بيحتل مدن موجود فيها ناس، اقاومه ازاي؟ اروح اجر لي صحراء واقاومه في في الصحراء مثلا؟ فكره الفيديو بيوريك اللي هو ازاي نزع المروءه والعروبه، نزع الرجوله منك. وبعدين بما انها ظاهره في المشهد وكان معاها سلاح، طب ما تروحي صوبي هذا السلاح على المحتل اللي عمل فيك كده. لا، ازاي بتعلمك فكره ان لم تستطيع ان تقاوم المحتل او المغتصب فتلزز. ده اللي عايزه تعمله السينما العربيه الايام دي، ده اللي بتعمله السينما في مصر برضو على فكره، وده اللي بتعمله السينما الاماراتيه والسينما السعوديه. فكره نزع كل شيء. يا جماعه صدقوني والله العلي العظيم، هؤلاء مش مننا، لا دول عرب ولا دول مسلمين، ولا يعرفوا عرب عن شيء عن العروبه ولا شيء عن الاسلام. دول ناس مدسوسه وسطنا. تقول له هي في الفيديو بتقول له ايه؟ انت بتقاوم المحتل، المحتل ده احتل خلاص، المحتل ده ركبنا خلاص، لان ما تقاوموش، ما تقاوموش في البيوت والمنازل. اعمل ايه؟ اجر صحراء في الربع الخالي، اجر لك صحراء في الربع الخالي وقاومه. المحتل هذا محتل، احتلوا خلاص. بس ابو المقاومه ليش ده يقاوم هذا الاحتلال؟ يم بيت الناس الابرياء. الواحد ما كانش متوقع ان مثلا ان حضرتك تشوف في اسوأ ايامك فكرة الناس تطلع تتباهى بالنطاعة. يعني المشهد ده هو بيوريك ازاي الممثلة دي قايمة بدور ان هي بتتباهى بالنطاعة، بيوريك ازاي النظام الاماراتي والسعودي، لان المسلسل ده يا اماراتي يا سعودي، ازاي النظام الاماراتي والسعودي طالع بيعلم الناس ازاي تبقى نطع، ازاي لما حد محتل يدخل ياخد شرفك كده تقول له مبروك عليك قوت شرفي اهو، انا مش هقاومك عشان احنا في وسط اماكن سكنية، لو انت راجل تعالى لي في الربع الخالي في الصحراء، صحراء الربع الخالي، وشوف انا هعمل فيك ايه. دول يا جماعة الأعراب اللي ربنا ذكرهم في القرآن الكريم، الأعراب أشد كفرا ونفاقا. هؤلاء هم الأعراب، قابض على دينه كالقابض على الجمر. كنت بقول يعني والله العظيم ما بهزر، كنت بقول إزاي يا جماعة؟ ما هو الدنيا تمام، بس الكلام ده من 15 سنة كنت أنا شايف إن الدنيا تمام، وده قصور فهم عند الواحد. كنت شايف إن الدنيا تمام، يعني إلى حد ما الأمور مستقرة والدين تمام ومفيش حاجة يعني. لكن بهذه المشاهد فعلا فعلا القابض على دينه كالقابض على الجمر وسط هؤلاء المستنطعين. انت عبالك انت بطل ومسوي انجاز عظيم بحياتك؟ هؤلاء هم يا جماعه دول احفاد ابو لهب وابو جهل، والله العظيم دول احفاد ابو لهب وابو جهل. بينما احفاد ابو لهب وابو جهل خرج منهم مسلمين رفعوا رايه الاسلام زي سيدنا عكرمه بن ابي جهل، انما دول احفاد بنو قريزه. دول يا جماعه اللي هم فكره المتصهينين العرب، متصهينين عرب. متخيل انت الدراما دي مصروف عليها قد ايه؟ مليارات، مليارات الدولارات علشان يغيب الوعي. وقسما بالله العلي العظيم، فيديو بموبايل ب10 جنيه زي اللي بصور بينا، قسما بالله يغلب 3000 مسلسل مصروف عليه مئات المليارات من الدولارات. ليه؟ علشان كلمة الحق والعدل. اللي يروح على مود يقاوم الاحتلال يقف قدام بيت ناس ابرياء ويضرب عليهم قاذفة، وبكل بساطة الدبابة تفتر وتفرش بيت الناس الابرياء. ولو كل الناس هتفكر بكل افكار الانطاع، امثال السيسي وامثال ابن زايد وابن سلمان والحاشيه بتاعتهم، سواء هذه الحاشيه اعلاميه او لجان مخابراتيه او هذه الحاشيه دراميه وفنانين، لو كل الناس هتفكر بهذه الطريقه ما كانش مصر اتحررت من الاحتلال الانجليزي، ما كانش الامارات رخرت اتحررت. ولا علشان خاطر الامارات مش عارفه تاخد الجزر بتاعتها من ايران فبتقول للشعب بتاعها ان لم تستطيع ان تقاوم المحتل او المغتصب فتلزز، ولا عشان السعودية ما قدرتش تقاوم الحوثيين في اليمن مسحوا بشرف ابن سلمان الأرض فبتقول للشعب السعودي إن لم تستطع أن تقاوم الاحتلال أو المحتل أو المغتصب فتلزز.
هؤلاء الأنطاع عايزين ينشئوا جيل نطع زيهم مجهول النسب والمصدر. أنا في رمضان بس أنا بتحمل هذه الكلمات عند الله عز وجل. هؤلاء الأنطاع المستنطعين فاقد الشرف والعروبة والكرامة والمروءة عايزين جيل يخرج يبقى جيل كيوت من عينة محمد سعودي كده اللي راح يحتضن نتنياهو. حن البني جلدته، حن البني جلدته، راح يحتضن نتنياهو من عينة الذباب الإلكتروني المتصهينين العرب اللي بيدعموا إسرائيل رغم 35,000 واحد ارتقوا لربهم. دول مش مننا، والله ما مننا. كل واحد بيمدح الحكام العرب إنسان يبيع دينه بملء بطنه، ملوش شرف ولو كان إمام في المسجد. لأن الحكام قذارتهم وحقارتهم لا تخطئها العين. انت متخيل انت بس الوضع اللي بتعيشه الأمة العربية والإسلامية؟ انت متخيل حجم الثقافة اللي بدأ يصدرها ولاد الكلب الأنظمة العربية زي نظام السيسي ونظام ابن سلمان ونظام ابن زايد؟ دول ولاد كلب، دول ولاد حرام، دول أولاد حرام مصفي، دول ما فيش فيهم نبتة صالحة. لما يصدروا هذه المشاهد اللي هو يقول لك انت خلاص، والبت اللي هي دي مستأجرة، دي مستأجرة والله العظيم، رمضان كريم اه بس دي مستأجرة، ما هي بيتم إيجارها علشان خاطر تطلع المشهد ده. طب ما انت معاك السلاح، ما تروحي للمحتل اللي هتك عرضك وشرفك، روحي له، روحي للمحتل قول له انت اللي عملت فيا كذا وكذا وكذا وروحي له. لا، بيوريك ازاي انك تكون نطع وعامل نفسك ذكر على اللي بيدافع عن شرفك وعرضك وارضك. بينشئوا كتائب من الكلاب الالكترونيه، كتائب من المعدومين الشرف والكرامه والرجوله، كتائب من الناس اللي معدومه كل شيء فيها، نزعت عنها نعمه الانسانيه، علشان يبدا يصدرهم انك خليك راجل، قاوم المقاوم ولا تقاوم المحتل. انت عبالك انت بطل ومسوي انجاز عظيم بحياتك؟ هذه المشاهد وهذه الفيديوهات لا تعجب أحد أبداً إلا نتنياهو وحاشية نتنياهو، إلا أمريكا راعية ابن سلمان وابن زايد، وزي ما ترامب قال لك أنا بحمي مؤخرتهم وطيارتهم. فطبيعي جداً جداً تخرج الكلاب النابحة، هذه الكلاب النابحة، علشان تدافع عن المحتل. وضع بائس بتعيش الأمة العربية والإسلامية مع المستنطعين اللي والله العلي العظيم كفار قريش فيهم من المروءة والكرامة والشرف والعزة والكبرياء ما لم تكون في أنصار السيسي ولا السيسي، ولا في أنصار ابن سلمان ولا ابن سلمان، ولا في أنصار ابن زايد ولا ابن زايد. فيهم من العزة والكرامة ما لم تكون في الدراما العربية اللي بتتعمل الآن. عارفين السيدات اللي كانوا بيتم للأسف الشديد من كفار قريش بيستخدموهم من أبو لهب وأبو جهل؟ والله إن هذه السيدات أعز وأشرف من السيدات اللي بيطلعوا علينا في الفن الهابط علشان خاطر يقولوا الكلمات اللي حضراتكم سمعتوها دي. سلام عليكم.